تحياتي ليك يا كابتن شط. كابتن فاروق ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن، ربنا يخليك يا كابتن. الله يخليك. دايما سعداء بقى بعوده الدوري ابطال افريقيا مره اخرى، والامور ابتدت ترجع لطبيعتها ان شاء الله يا كابتن. عوده الحياه للكره الافريقيه دي مهمه جدا عشان نبدا بقى بطولات افريقيه وشباب وناشئين وكره نسائيه وكره خماسيه وشاطئيه ان شاء الله، والا الدنيا هتقف خلاص. لا لا كويس كابتن، احنا مبسوطين طبعا يعني انه دوري الابطال ودوري الكونفدراليه صحصح الاتحاد الافريقي ثاني، والناس دلوقتي كلها بدات يعني طيب تتعامل مع الكورونا بشكل افضل. طيب يا كابتن، خلينا نبتدي مع حضرتك كابتن. يمكن ليه دايما في تخوف دايما من التحكيم الافريقي في المباريات يا كابتن، في المباريات الافريقيه؟ لانه اهتز بشده ودخلت فيه وعناصر خلت بعض المسؤولين يعني يتدخلوا في شغل الحكم او يتدخلوا في قرارات الحكم. فدي حاجه كانت واضحه جدا انه في بعض المسؤولين الحكام جاملتهم عشان خاطر انهم موجودين في مناصب يعني مش عايز اقول يعني اذا كان نائب رئيس او عضو مجلس اداره او عضو مجلس تنفيذي. الحكام تاثروا كثيرا بالتدخل ده. فانا بالتالي بقول انه بعد مباراه الوداد والترجي الاخيره دي اللي حصل فيها راحت الكاس والكاس اعاد الاتحاد الافريقي مره اخرى، خلت التحكيم يعني في قفص الاتهام. لانه الحقيقه الحكم كان يجي بعدين ينهي المباراه بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة طبقا للائحة، لكن قعد ساعة ونص في الملعب. فبالتالي أصبح بقى الحكم يعني يجب عليه بعد كده من 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 من, من هذه النقطة لازم يستعيد ثقته بنفسه، وما يخليش أي شخص حتى لو رئيس الاتحاد نفسه يتدخل في شغله. فدي مهمة جدا حتى يستعيد التحكيم هيبته ويستعيد التحكيم نزاهته ومصداقيته. طيب لكن انا بقول دلوقتي كابتن شطر، بالنسبه المباراتين الاهلي والوداد والرجاء والزمالك، قرارات ممكن تبقى قرارات غير متعمده او غير مقصوده، لكن في برضه اخطاء أكيد. في ضربات جزاء لم تحتسب، في ضربات جزاء احتسبت، وفي بعض الاخطاء نتيجه الفار نفسه كمان. يعني ما زلنا في طور النقاهه فيه، يعني لسه ما عندناش الخبرات الكبيره جدا في التصوير عشان تجيب اللقطات بشكل افضل. الفار نفسه يعني احنا اتفقنا قبل كده انه الفار لازم يكون اللي قاعد فيه زي القاضي، اشتغل محامي واشتغل وكيل نيابه واشتغل بعد كده رافع وبعد كده قاعد في القضاء يقدر ياخد قراراته. قلنا بقى كل اللي يقعدوا في الفار داخل هذا الاستوديو الصغير اللي فيه كاميرات حواليه انه يكون عنده خبرات اعلى من الحكام. ما تجيليش حكم لسه ناشئ تقول لي ده احطه على الفار. دي نقطه احنا بلغنا بها الحقيقه اللجنه الفنيه، بلغت بها الاتحاد الافريقي، وبلغنا بقى برضه كمان الاتحادات المحليه انه يجب على الناس اللي موجوده في الفار يكون لهم خبرات اكبر، ويكون حكام لهم سوابق كبيره جدا في بطولات كاس عالم، في بطولات افريقيه، في بطولات دوليه. ده المهم جدا، ما تجيبش حكم كان بيحكم امبارح واجي قعده على الفار يا فاروق. تمام كابتن، في معلومات عن الحكام الخاصين بمباراه الاهلي والوداد، الاهلي والوداد والرجاء والزمالك كابتن؟ والله هم لحد دلوقتي ما اعلنوهاش، لكن هي طبعا يعني انت عارف الحكام الموجودين النخبه اللي كانوا موجودين في دوره تدريبيه في القاهره الاسبوع الماضي قبل المباريات كانوا موجودين بيعملوا دوره فيها برضه جزء منها فار وجزء منها للحكام اللي هم هيحكموا المباريات القادمه، البطولات دوري الابطال والكونفدراليه والتصفيات الامم الافريقيه القادمه في الشهور القادمه. فكانوا موجودين في دوره والحكام كلهم جاهزين ومستعدين وخاضوا تجربه التيست بتاع الفيزيكال تيست اللي هو اللياقه البدنيه والامور الخاصه بانه كل الحكام لازم يجتازوا هذه الاختبارات. ف يعني اربع خمس حكام يعني ما زالوا مرشحين، بس طبعا مش الحكمين اللي حكموا المصريين اللي فات يعني. طيب. واضح انه هيكون واحد منهم الاثيوبي تسمى بالتاكيد، ممكن يكون واحد منهم هو تسمى بكره كابتن المفروض في مباراه بيراميدز وهوريا كوناكري تم اختياره. اوكي خلاص. بس طبعا انت عارف برضه الحكام الموجودين حوالي 10 او 12 واحد تمام اللي موجودين، بس لازم كمان تلعب حكام لعبت، ما تلعبليش حكم لسه بقى له بتاع اربع خمس شهور ما نزلش ملعب، دي مشكله كمان. طيب كابتن هسالك بقى على جزئيه مهمه كابتن، يمكن اعلن نادي الرجاء اصابه 8 لاعبين حتى الان في فريقه بكورونا، وطلب التاجيل واضح ان هم هيعملوه يا كابتن. هل فكره الاتحاد الافريقي هل ممكن يقبل حاجه زي كده، تاجيل لمباراه الرجاء والزمالك يعني بعد طبعا الاعلان عن الثمان لاعبين دول؟ لو اجل هذه المباراه بامانه لو اجلها يعني بصراحه هتبقى مشكله كبيره جدا في انك انت يعني هتضطر تمد
الثاني المباراه النهائيه بدل ما تبقى يوم 4 هتلاقي يوم 15 و16 وتخش بقى في مشكله. لكن الاتحاد الافريقي هيكون حريص جدا على انه بيعتمد 5 تغييرات عندك في السكواد بتاعك او في القائمه بتاعتك 30 لعيب، فبالتالي ما تجيش تقول لي 6 7 لاعبين، عندك 23 لاعب باقيين، واللائحه طبعا بتقول 8 او 9 او 10 لاعبين على حسب ما اللائحه يا كابتن. ده انا على ما اذكر، لكن اعتقد 11 او 14 حاجه زي كده يا كابتن تقريبا. ما عندناش، انا سالت في الاتحاد الافريقي ليه ما طلعوش لائحه معروفه ومحدده للناس عشان ما نقولش 10 وانا قلت 9 وانت تقول 11 او 14. صحيح صحيح. لكن الاتحاد الافريقي اللجنه بتاعت لجنه المسابقات على حسب علمي انها لن تؤجل الا يكون بعد 10 اصابات، لانه في كلا الاحوال انت عندك 30 لعيب وعندك اصابات، فيجب عليك انك انت تستغل هذه الظروف الصعبه جدا اللي بتمر بها الكره في العالم كله، انك انت تجهز الناس اللي موجودين يعني. فانا متاكد ان المباراه لن تؤجل. لن تؤجل يا كابتن. يعني على حسب المعطيات اللي موجوده ان 8 لاعبين انت عندك 30 لعيب او يعني عدد وافر يعني تقدر تشتغل. انا معايا 30 لعيب ليه يا محمد؟ عشان ايه؟ عشان صحيح. انا بديك براحه انك انت المصابين اعتبرهم مش عندهم كورونا، اعتبرهم مصابين نتيجه اصابات وكده وتمزقات واصابات ملاعب، خلاص هتلاعب الناس ولا حتى كمان هتاجل برضه؟ منطقيا يعني هذا العدد يعني يسمح بانك تقيم المباراه. طيب كانت شطط يعني توقعك بقى للمباراتين القادمين يعني الاهلي والوداد والزمالك والرجاء، يعني هل حسم الاهلي الوصول؟ هل حسم الزمالك الوصول؟ انا عندي احساس داخلي كده من الاتموسفير ومن الجو اللي حواليا انه حصل نوع من الاطمئنان الزايد عن اللزوم، وده كلام خاطئ. اي هدف هيخش في الاهلي والزمالك هيربك الدنيا تماما والامور هتبقى في منتهى الصعوبه. فلازم الناس تعرف ان المباراه القادمه قد تكون اصعب من المباراه هناك. صحيح. لانك برضه هتلعبها هنا في ظروف ما فيهاش جماهير نفس الظروف اللي لعبت فيها هناك، فممكن ممكن اي ظرف يحصل في المباراه، ضربه جزاء، لاعب يعرق اللاعب ويطرد، انت عندك مئات الحالات اللي ممكن من خلالها انك انت يعني تخسر مباراه نتيجه ظروف غير طبيعيه بتحصل لك، فلازم تكون حريص جدا وتكون بقى عارف تماما ان المباراه اللي جايه دي اصعب من المباراه اللي هناك، لانه الهدف لو دخل فيك هناك بقى مئات الاحتمالات، وطبعا هيكون في نوع من التوتر وكده. فاتمنى انه يعني الاهلي والزمالك يعني عشان بس نكون واضحين انه لازم يكونوا حريصين انه هذه المباراه التي سوف تقام في مصر ان شاء الله الجمعه والسبت هي مباراه اصعب من المباريات التي يعني اتلعبت هناك، لانه الانديه المغربيه جايه بنوع من المنتدى، عايزه تعوض وعايزه توري انها ليست بالانديه الضعيفه زي ما كمان ذكروا، وده هيكون ان شاء الله هتكون مباراتين في منتهى الصعوبه. اتمنى انه الاهلي حقيقه يعني يجتاز هذه المباراه والزمالك، ويلتقي الاهلي والزمالك ان شاء الله والفائز هو الافضل بالتاكيد ان شاء الله. كابتن كل التوفيق ليهم الفرقتين، وكل التوفيق ايضا بكره لبيراميدز في مباراته ايضا في الدور نصف النهائي امام هوريا كوناكري. كابتن شطة طبعا عضو اللجنه الفنيه بالاتحاد الافريقي. كنا يعني